أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟ من هم؟ يقول أحسن الله إليكم: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟ من هم إيش؟ شر هذه الطوائف. الأول أهل التخيل شر، ولذلك بدأ بهم. شر الطوائف الثلاث أهل التخيل. نعم.